كابس قبل ما يدى الباكي ريبوه لي علاش لانه البابا تكون كويس جات كيلينا دابا كنتسناو غير الهوندا ونجمعوا كل شيء ان شاء الله جينا ناكلوا المسمن ها هي السلعه ديالي جات الحمد لله اويلي اويلي اش قطعتي شعرك وهادي هي الثلاجه اخوتي اللي عاودت لكم عليها الفران ميكرو هون الباب ديالي الزوينين وهنا تتم ديال الفيديو ديال الفيديو اللي حطيت لكم شحال هادي عقلتوا عليه ديال الكماله ديال الدار ديال اي واحد اللي قال لي راه راسنا درنا كيفاش غادي تكمل دارك وانا غادا معكم ايطاب ايطاب غير دابا غادي نوريكم واحد الدوره خفيفه وغنخليها حتى تكمل في الفينال كامل وغادي نوريكم داري كيفاش ولات غتعطوني الراي ديالكم فيها وعاوتاني غادي نقول في المقدمه باللي اي حاجه درتها بالاستشاره ديال الاخ ديالي بدر كنبغي نشكرو بزاف لي فريمون صدعتو بزاف بلي زابيل هاد البيريود كامله وكيعطيني رايو وبزاف حاجات لانه هو تبارك الله ولد الدومين 100% ما شاء الله عليه الله يحفظك ليا خاي بدر في هاد المقدمه ديما ملي كنكون بوحدي بلا سفيه كنكون ستريسيا فوالا غادي ندور نوريكم فين ولات بزاف الحاجات قبل وعاد نوريكم بعد كل حب لكم ودابا بغيت نوريكم قبل غادي نوريكم قبل ما يتصبغ القابس قبل ما يدى الباركي هنا البيت على البيت الى عقلتو كان هنايا بيت على البيت حليتو درت هنا تما بيت ناس هنا دريسينك غيكون ان شاء الله هنا البيت دابا هادشي باقي مرور رخام وهذا يلا يركب كلشي البيت حتى هو كنتسناو غير هادشي اللي كيعطل هذا هو الواحد اللي كيعطل القبص ما كينشفش دغيا باش يدار فيه الصباغه وهذا بالنسبه للطواليت ديالي شوفوا كامله رابت هنايا وهنا بداو يلصقوا ليا هذا الزليج ها بالنسبه للطواليط هنايا يلا تنت انستالا وداكشي مازال غدا معكم شويه بشويه اللي في هذا الفيديو غتشوفوا قبل ودابا بعد شوفوا كيف كانت الدار في الفيديو الاول ودابا راه ديجا تصوبات هنايا الحباب باقي ما بغيش نركب الكوزينه ديالي لانه غادي توسخ لي وترون لي مع هاد الروينه اللي مازال هنا ديجا ركبوا الرخام غير كاينه الميكا هنايا باش ما يتقاش ليا بالنسبه للصالون ها هما مازال غاديين فيه هنايا غادي ندير واحد الحاجه زوني انا بغيت نوريكم غير قبل حتى نخرج لكم من بعد حبايبي الزوينين افضلك عليك دويتي بزاف انت معاهم من الصباح خليني نتكلم انا درت مقدمه بوحدي صراحه جات هزاتني جالسين ما بيا ما عليا قالت لي باطا باطا باط صدماتني بواحد الخبر نقلق منها غندابز انا وياها والله ما كندوي معاها باغا تاخذ داكشي ديال الكتروميناجي ديال الدار قلت لها انا غادي معاك جايه وهي تدوز لي واحد الثلاجه وهي تالي في التليفون قالت لي هاك شوف هادي قلت لها مال هادي قلت لها مال هذا هادي هادي الثمن ديال التصبيق ديال الدار هذا قالت لي لا هادي اللي بغيت ندابز معايا يا سكينه تنشابق معاها والله تا كتنشابق هاد جوج زغبات كنت غنحيدهم لا انا نقول لكم انا كيف قلت لكم هاد الدويره ديالي بغيت اي حاجه شهيته هي لا تكون فيها ولو تكون بشحال ما كانت مقاسي ونتقاتل وهذا ونشري هذيك اللعيبه اللي انا بغيت فوالا دابا حنايا مشينا وقال لي السيد ما يمكنش يقطع الكوزينه وهذا حتى يكونوا الكتروميناجي كاملين فوالا حنا دابا غاديين نسمع باي وداك الشيء يعني السيد تا هو غنتلاقاو معاه باذن الله باش ياخذ لنا داك الشيء وياخذ العبارات ونشوفوا هذا الشيء فين غادي يخرج وصافي والله الا راني كائي والله الا كائي ولكن ليلى المهم دابا هو كائي عرفتي علاش عرفتي علاش هو كاي المهم غادي تشوفوا تشوفوا شنو المهم تقولي المهم يلا اخوتي دابا حنايا في البلاصه اللي غادي نتقداو منها كلشي نمشي ونشوفوا داكشي اللي بغينا وهذا وتبقاو معنا وتشوفوا كاع داكشي اللي بغيتنا كل حب لكم المحل اللي مشينا ايوا لي زامي بقينا كندورو ندورو ندورو وجينا ناكلو المسمن دابا جينا ناكلو المسمن ايوا من بعد عاوتاني نمشيو نكملوا داكشي اللي بغينا ايوا فائزه
ايوا دابا الحباب الصراحه جمعت داكشي اللي بغيت كامل واكيد غادي نخلي لكم اي حاجه بالثمن ديالها. وهذا دابا كنتسناو غير هوندا ونجمعوا كلشي ان شاء الله. لا ولكن كاين شي حاجه اللي تليفريك دوما ان شاء الله؟ شي حاجه اللي باقا ناقصه تقدر تليفري؟ داكشي اللي واحلين دابا داكشي اللي معطلنا السيده يشوف ان شاء الله الى كتاب الله غادي تكمل ان شاء الله. ايوا خوتي دايت لنا فحال داك الدري الصغير هو اللي كيبكي على ديك الثلاجه. قالت لي لينا الثلاجه باش ندير دقدق باش الا حليت لك عندها قيصه هذيك دقدق. قيصه والله حتى قيصه وعلى المهم الله يسخر الامور وان شاء الله نشوفوا نتمنوا كلشي نديوه دابا باذن الله. وتخلي لكم اي حاجه خداتها بلي بخي ديالها وتعطيكم فكره عليها. خليكم معنا ليتس جو. اي فوالا الحباب ديالي هاي السلعه ديالي جات الحمد لله واكيد ما غاديش نوريكم دابا حتى نبدا نحلها ان شاء الله وتشوفوا داكشي اللي شريت كامل. واكيد كيف قلت لكم عاد الحباب تشوفوني بحال هكا يلا خرجت من الحمام دوشت وهذا كيف قلت لكم ان شاء الله فرحانه بهادشي اللي شريت ان شاء الله غير ان شاء الله تطلع وهذا نبدا نحلها غادي نوريها لكم كامله غادي نقول لكم الاشمنه اللي خرجت من جيب. صراحه كيف قلت لكم انا بداري اي حاجه كانت شهوتي بها واخا تكون بشحال ما بغات تكون غادي نوصل لها غادي نوصل لها. اي فوالا هادشي اللي كاين كل الحب لكم وحريكم. ايوا يا الحباب الزوينين ها ما طلعوا لي كاع الماتيريال وانا ما بغيت نوري دابا والو. اللاجه ديال الاحلام ديال فائده. احلامي احلامي يخلي عليك الصحه والسلامه باش ما تنساش. امين امين امين. ايوا يا الحباب ديالي البارح وصلتني السلعه الصراحه داكشي اللي كنت باغا تقالت كافحت تماوت وشريت داكشي اللي بغيت الحمد لله. دابا كيف قلت لكم البارح كنت خرجت من الدوش ودابا الصباح فكرت بكل صراحه من بعد العمليه ملي جاتني فقر الدم وبزاف ديال الحاجات صافي بدا شعري كيطيح منين بدا شعري اخوت ديالي كيطيح بزاف من بعد ملي ساليت الدويات وداكشي بديت نعالجو صراحه الله في هذا الفيديو كنبغي نشكر شكر خاص لسكينه مده ديال شهر كداوي ليا الشعر ديالي زدت ديالها تبارك الله عليها الله يحفظها شكرا بزاف سكينه والله فريمون. بدات كتخلف ليا الخلفه بدات كتخلف ليا الخلفه هنايا اباراسي هادشي ان شاء الله. دابا لقيتوني غاده باذن الله نقطع شعري باش يطلع على اساس شعر ديالي مابقاش كيطوال الصراحه ومن تحت ولا في شكل وخفيف خفيف ليا ديال بصح شعري. فكرت الحباب ديالي باش يطلع على اساس بالزيوت اللي كنديرو هذا بحال كنخوي الماء في الرمله كي فهمتوا ما لتحت محروق ليا تحرق ليا كاع مابقاش كاع غادي نضحي ما عندي ما ندير غادي نقطعو وغادا دابا باش نقطع شعري ما عرفتش اللوك الجديد كيفاش غادي يكون ولكن كنت انا كنحمق على الشعر طويل كنحمق على الشعر طويل ولكن ضروري ما نقطعو باش يطلع ان شاء الله على اساس بالزيوت اللي غادي نديرو هذا اكيد غادي يرجع ليا عاوتاني طويل غير غادي يرجع على اساس. دابا واخا نبقى ندير ليه اي حاجه درت زغبه محروقه ليا كلشي هذا هو بروغرام ابري من بعد ملي غادي نجي غادي نحل البلاستيكات وداكشي وغادي نوريكم داكشي اللي خديت وتا الاثمنه اللي خديت بها وغادي نوريكم الدار فين وصلت وتسناو حتى تكمل ان شاء الله كامله. انا غادا معكم في الدويره اي حاجه درتها كنبارطاجيها معكم. دابا خليكم معايا انا غادا في طريق قطع الشعورات. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه الحباب باللي والله العظيم الى سفيان ولا الدار ولا سكينه ما فراسهمش باللي انقطع شعري كاع. انا عارفه هذه كعاو بزاف وانا براسي وكاعيه ولكن ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير باش ينوض ليا زوين وعلى اساس والو. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي انا الغزيرطه ما غادي نوريكم والو حتى تشوفوا غزيرطه فينال صراحه. Thank you.
دابا الحباب من بعد ما ساليت غادي نمشي عند سكينه نقولها خرجي دغيا. بغيتك فواحد الحاجه ضروري ضروري نخرج ونشوف ردة الفعل ديالي ملي طلع، واش تلاحظ واش ما طلعتش. وخاصكم تعرفوا بلي سكينه من النوع اللي كتحماق على الشعر طويل، لا هي لا سفيان خويا. اول وحده بعدا غادي تمشي تشوفني سكينه، نشوفوا ردة الفعل ديالها. انا غادا دابا في الطريق. فوالا الحباب الزوينين، عيطت لسكينه قلت لها خرجي. اهلا دير فيديو صافا. اش اخبارك؟ صافا كلشي بخير الحمد لله. صحه هذيك صوتي شعرك صوبتو يلا خرجت صوبش لك معايا. اويلي اويلي كي جاي دوري اش قطعتي شعرك؟ وراك عارفه علاش انتي بلا ما دوري دوري واش ندير لك صراحه لا فيزا قطعت لك بزاف دوري لا قطعتي بزاف والله الا قطعتي بزاف ورا صاحبتي راه كلهم شعرتي كلهم حروق كلهم ولكن شوفي ما بدا كيخلف ليا قلت ليا صراحه هو هو راه مزيان زعما تقطع ولكن قطعتي بزاف فيزا عندي ما ندير اويلي باش يخرج على دوري اساس دوري. ما عرفتش لا 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 لكم انا براسي انا براسي ما بغيتش نقطع ولكن صافا صافا منين صوبتوا لي وهذا صافا ولكن تبارك الله راه بدا كيخلف لها شعرها باش تعرفوا صراحه بدك. شوفي من هنايا راه عامر اخبارك هنايا فيضة انا تبارك الله قوي من الله قوي من الله وهنا يبدا كيعمر ليك حتى واحد ما قلتلو شي حاجه دابا غادي نمشي بغيتي انا اول وحده انت اول وحده حيت طريقي من تما غادي نمشي عند لا شوفي بدا كيخلف لك ناكلو كسكس يلا لي زامي موش عليكم واحد بواحد خليكم معي بما مشينا ما عرفتش واش نقول لك الصحه قول لي بالصحه انا راك كويتي في قلبي ولكن ان شاء الله غادي نعالجوا اللعيبات دابا حيت بدا كينوض ليها شعر بدا كيخلف ليها دابا واقيلا مزيان شوفوا ها هي الخلفه واللعيبات بداو ولكن من اللور تبارك الله راه شعرك زوين من اللور ورا فوالا راه قالت لي دابا مزيان لا لا يلا تبارك صافي. الله بدا كيرجع لها شعره يلا احباب خليكم معنا بما مشينا الحباب انا جيت للدار دات الطاقيه عيط لسفيان كي دابا جي عندي بغيتك ضروري واللعيبات صافي اون فوا يجي نحيد الطاقيه ونشوف ردة الفعل ديالو دابا ان شاء الله غادي نمشيو نوريوهم داكشي اللي شرينا يلا مالك مالك تشوف مالك يلا يا سامي خليكم معنا وجدت لك بزاف هادي وضروري قالوا كلشي محروق راه حتى يبقى فيا الحال ولكن صعبه ماشي قبيح جاي يلا خليكم معنا عندي زين زين وخير عندك كيف كيف صدمات عرفتي شنو انا كنموت على الشعر قلتها اليوم هذا مراتي انايا عرفتي قد الشعر غادي يكون ان شاء الله قلتها اليوم المهم سعيدة الحظ اللي متابعينا ما عرفتش شكون شي وحده منكم زوجة ديالي المستقبلية اللي عندها شي زيوت وتوما تشخشخش عليها مزيان كتنزل لي السواف هادشي اللي كاين ولكن صح جاتك زوينة يا الله يحفظك الله يحفظك اكانيش او اخو الكانيشة سفيان كي جاتك الدويرة لا خليها محلولة كتنشف ضروري هذاك الشيء يبقى فوالا الحباب اول حاجه نقول لكم جابوا لي
الكويزين ديالي وما تانستالاش دابا لانه قال لي ما خصنيش نانستاليها حتى تجيب الكتروميناجي هذاك شي باقي غادي ناضي كندا معنا بارطاجيو داك الشيء خاطئ هذاك الشيء واخا كيف كتشوفوا كنت متعارض انا ماشي متعارض عافاني في اذا كنبغيت انا حاجه واعره ولكن هي فهاد البيريود هي مزيه وثاني اللي غنعاونها اكثر منها يعني قلت لها كذا وكذا قالت لي سفيان مع الشيطان ثلاثي على ملانات وكي على الله صافي ما علينا هذه الكوزينه دابا شنو الصالون صبوه لي انا قلت لكم ما عنديش الضو حيت مازال ما زوزوش الانستالاسيون ما شاء الله هذا لا غادي داك الشيء مزيان غادي داكشي مزيان دابا يبيضوا لي الدار كامله عاد نختار انا الصباغ اللي غادي نبغي حيد هاد الحيط كانوا ريبوه لي علاش لانه البابه تكون كويس باش ما تاخذش لي سباس ديال هاد البلاصه لانها مضايقه شويه فوالا هما غاديين انا اختاريت هاد الزليج غادي نلعب على جوج ديال الزليجات في الطواليط حاشاكم هما هنا تكون طواليط على رغم كانت هي هنايا لابابو كان هنايا المهم ماما غادي مازال ان شاء الله باذن الله ان شاء الله زيد خليني وبلاش غادي متحمس نشوف داك الشيء سكوت قالك هذا البيت ديال الكلاس ديال الناس وهذا شكون باركي لا مازال باركي راه خديته والزليج راه خديته وهنايا بيت تما كيف قلت لكم يكون دريسينغ وهنايا غادي يكون بيت نايس ودابا نمشيو نشريو الكتروميناجي اللي شرينا هادي هي الثلاجه اخوتي اللي عاودت لكم عليها تخبنت ولكن خير لا واعر احقا هادشي كامل باغا على ود طقطقت شعل هنا بزاف لا هادي بلوتوث نقدر نكون عندك كاسفين في فرنسا ونخدمها هنايا فهمتي داك الشيء نخدمها باش الا بغيت نحلها ولا شي حاجه تبلوكيها ليا ما تبقاش تحل ليا صح هادي نشوفوها من الداخل كيفاش دايره صراحه مانيفايك شي حاجه ما شاء الله تدخل هكا باقي داكشي جديد الله يخليك ومن قلنا القديم فوالا اي حاجه تقدر تكوني حاطه المصير ولا لا لا ها تحت الفريج واي حاجه طبعا وريتها لكم راه غادي نوريكم الثمن تبارك الله صافي ما شاء الله ما يدخلوا عليك بالصحه امين امين يا رب لا 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 سكوتشات الله يرضيك رجع لي داكشي لا فيه ديك من لا انا حتى ندخل عندك هاكاك الله هذه الثلاجه بالنسبه خديت الثلاجه ودابا نحلو هادشي كامل نورمالمون حيت دابا انا وسفيان باش نقول لكم باش نقول لهم واحد الحاجه لا ما نحلوش هادشي كامل فائزه انا امونافي انا نخليو حتى يصوب لك شنو سميتو من يدير لك هادشي كله كاستري في الكوزينه ويشوفوا الريزولطا فينال وحنا نجهزوا معاهم كل حاجه كي كاستريها نديروها المشكله سفيان انا وياك ما غاديش نكونوا غادي نكونوا مسافرين وما غاديش نقول لكم المهم ما نكونوش ماشي مشكل ملي نكونوا راجعين نشوفوا الريزولطا فينال فوالا وي غادي نمشيو لواحد بلاصه وان شاء الله دابا تشوفوا الفيديوهات انا وفائزه نخليها لكم سوربريز وابخي ان شاء الله باذن الله فاش نكونوا جايين غتكون لاكويزين كملات هذا فائزه شنو هذا الفران الفران ميكرو هوند ميكرو هوند هادو بجو هذا شنو هو كليمات جوج كليمات صح هذه كليمه وهذه كليمه وهذه شنو هي هذه لا هذاك هذا ديال ديال كليم اللي كيكون على بعض انا اللي عندي سفيان هي داكشي اللي انا كنت نتمنى يتحقق والحمد لله ربي غادي لك في التحقيق شوفي عندي ما كنامن بواحد الحاجه الحمد لله لو فائزه وخوتي كاملين مرضيين الوالدين عم ربي ما غيخيبنا بارك عليا ماشي بغيتي هاد كل شيء ندير دينا ولا راه انا شاده السيفي باينة في شكل هذا زويونه هي الكاميرا ضحكات شو كي بنت انا الطاهري صغيور المهم اللي بغيت نقول لكم هو انه خليو حتى نجيو ان شاء الله من السفريه ونكملوا لكم الريزولطا فينال ديال الكوزينه ويلا كنا قبل ما مشينا كملات نبينوا لهم على مولانا تبارك الله عليكم الله يخطيكم فاش كنا كندويو الماكينه الصابون خداتها سيادنا ديك الاخ هذيك اللي كتصبر واللي كتنشف واللي بقات لها تحدد كتقول لها كيلبس العجز اللي عطاه الله المهم الله يدخل عليك هادشي بالصحه والسلامه والعافيه ولاكوب جاتك زوينه وان شاء الله يخلف وعمك تقيصيه
خليه طوال حتى انت ما بغيتش عاد طويل. وكنبوسكم اخوتي. انا علاش قصرتو باش طوال؟ باش يعني يعني طوال بصح. ايوا هادشي اللي كاين الحباب الزوينين الغزلان الفنيين اللي ياكوتين ويلي باقا ما منفاش ويلي صافي هادشي اللي كاين الحباب ما كنبغيوش نغيبو عليكم صراحة. الاكثريه انا وسفيان فلي فهادشي لي طرابو وهادشي صح بصح. ونقول لكم واحد الحاجه، اي واحد كيبغي يتواصل معنا انا وفائزه بوغ خدمه كولابوراسيون بوبليسيتي في اي حاجه راه ديجا كنخليو لكم في الاخر بعض الناس ما كيشوفوهمش حنا حطوهم لكم هنا. اي واحد بغى يخدم مع فائزه بوغ لي كولابوراسيون بوبليسيتي ها النمره ديال الماناجر ديالها اللي تواصلوا معاه. اي واحد بغى يخدم معايا بوغ لي بوبليسيتي كولابوراسيون اي حاجه ها النمره ديال الماناجر تاو تكلموا معاه في الواتساب. واي حاجه ان شاء الله ما غيخصكم خير وتبارك الله عليكم كنبسوكم بزاف.